السلام عليكم، شلونكم شباب؟ اخباركم؟ ان شاء الله زين. معكم مهند. اليوم يا شباب نزلنا جيم، طبعا انا اعتبر العب سولو ضد سكواد لانه التيم اللي يلعب معي خالص يعني ما عم يساوي شيء ولا عم بيفيدني، فدائما انا بنزل الحاويات لانه يكون فيها اكثر عدد ناس. المهم يا شباب، استلمت البي كيسي وطبقت تيم كان لاحقني بالسياره الطابق كامل ما شفتوه بالبدايه، فما ردي احط لكم كل اللقطات عشان ما احرق لكم الفيديو. فالمهم اشترك اشترك وفعل جرس التنبيهات. ويا شباب اطلب منكم طلب، اهم شيء لايك، اللايك بيرفع الفيديو يا شباب، وشكرا على الدعم وليتس جو على المقطع. طبعا ننزل الحاويات، مكان المفضل هو الحاويات لانه اكثر عدد عالم نلاقي بالحاويات تحصل كيلات. قنابل، يلا يلا، سلاح سلاح، بدي سلاح سلاح سلاح. هلا ما طلع صوت اطلاق نار، الامور تمام. هاته ام 16، دائما بلاقي ام 16 بالبدايه. هلا اشتغل اشتغل صوت اطلاق النار، بس خليني اظبط اموري ونتواجه. تعال، شو عم تسوي انت هون وانت صاحبك هذا؟ تمام، هاي اثنين كيل لسه ما نحسبه طبعا، انا بعدين فنش، احتمال يجيبوا او يجي شخص يفنشهم بيروح مني الكلات. هذا الثالث، هذا الرابع، اثنين كانوا، ذاك في واحد فايت جوا، بس خلينا نخلص على هذول اول شيء لانه اربعه كانوا. تعال 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 تعال، وين مخبيت؟ خلاص خلينا ناخذ الباندج. اوه سكوبتر ماني، نايس، طلع ولعت يا عمي، ولعت ولعت. تعال انت، تعال تعال تعال، لسك ما حصلت سلاح، لسه واحد كيل. انا منزل اربعة، عندي خمسة، لسه ما احسب لي غير واحد كيل. طبعا ما عندي طلق حتى في النشي، ماذا اختفى اللي كان هون؟ تعال انت، صاروا ستة، ما نحسب لي غير واحد كيل. يلا يلا امعط، هاي قالها من سوريا. هذا شو عنده؟ بايثون. تعال انت، هذا بوت، هذا بوت مبين من شكله، ماذا عنه طلق، بدنا نحصل من البوت. يلا على السريع، في واحد عم يضرب علينا بشتجن. يلا فنش، خلينا ناخذ منك طلق يو ام بي. تمام حلو، بس هذا دمجني ولا الشتجن. ارجع اخذ الطلق، لا الطلق مو الخوذة. استنى خليني بندج ونتواجه. شايفك شايفك، شايفينه يا شباب فوق الحاويات. السريع 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 السريع، قبل ما يرفع حاله لانه شايفني هو. ارجع لورا، شافني. تعال انزل انزل، صار ثمانية يمكن منزل، ولسه ما حسب غير ثلاثة كيل. ليش هيك؟ في ناس عم تجي تفنش وراي. يلا شوف وين هذا، بدي فنشك انت. خلاص اختفى اختفى، وين؟ ما بعرف وين عم يختفوا، حتى الطلق ما معنا زيادة. خلينا ندور غيرك، انت ما راح نلاقيك شكلك. اطلع فوق اطلع فوق، لحق 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 الحق، جيب لك كم كيل يا مهند. يلا طبعا انتم شايفين انا التيم اللي معي يعني بس انزل هيك تيم، يعني اذا بلاقي ناس زقرتي يعني بلعب معاهم، بنكون مع بعض. اما في ناس هيك لا بيحكوا ولا شيء فما بتيم معاهم. يلا تمام، دي بي هاي، هذا سلاح ساتينا، بس مشكلته شو اسمه ريلود بيتاخر، شايفين؟ هذا واحد، يلا يلا بسرعة كم مير، خلي 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 ما يجي. حلو، تعال انت، بدي فنشك انت عشان ما حدا ياخذ منك، شكلك انت سراق الكيل. خلنا نشوف شو هذا عنده، شات جن. حلو 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 حلو، شو ام 16، يلا ارجع ام 16، في معه طلق، نايس نايس يا جميل. هو في حدا؟ طيب رايكم يا شباب، شو رايكم يعني ننزل سولو سكواد افضل يعني بالمره؟ يعني التيم اللي معي ما عم يفيدني، ما في حدا يعني حتى اذا يكون يسرق مني كلات يعني.
فانا بدي اوصل عدد منيح بالكلات، يعني بدي احطم الرقم القياسي، ما بالرقم القياسي يمكن بالنسبة نحن العرب يمكن 30 او 34، ما بعرف بالضبط، بس ان شاء الله بالمقاطع الجاية نحصل العدد المناسب. بس المشكلة ما بتلحق تلاقيهم، هاي المشكلة. حلو حلو نايس، يلا خلنا نلوي، تعلم انه ما في حدا. في اشتباك منطقة لازم نروح عليها. تعال بنشوف وين بدنا نروح. هات قنابل، هات هات هاي كمان. حلو خلاص نزلوا، خلاص نزلوا صاحبنا، ما يلزم نرجع. تمام، عندي سكوبات كثيرة فعم بشمر من السكوبات. خلني اشرب. عم ندور للناس ادوار عشان نجمع كلات، ما عم نلاقي. تعال حبيبي، تعال، انزل من صاحبك. شفتك سمير عيب. صراحة إن صرت أهيم وأرجع ورا، ما بعرف لمس شوية. بس خلينا نشوف سكار. هات حلو نايس. طيب ما عم نلاقي سلاح، بنحط عليه السكوب 8. ها صاحبنا، ها انت عندك سلاح، نحط له سكوب 8 كمان. ما في، يلا معلش. هلا بنشوف اذا نلاقي سلاح. جيت على بوشنكي وما حصلت حدا، فهذا في واحد هني، خلينا نروح نحصل كيل. ما ابي انا هجماتي كلها انتحارية، وين في ناس بفوت دغري بيهم يعني يا شباب. اوه في اشتباك، حلو نايس. خلنا نحصل هذا، بنضرب السيارة. لا ما حصلت. اوه صرت بيناتهم، خلنا نخلص واحد واحد. كانوا مشتبكين بين بعض، هذا اول واحد. والله نزل دمي يعني، خطير ما ينزلني. هذا الثاني صار شوية تقطيع. انزل يا اخي، شو اسمه الدي بي شوية صعبة بدون ايم. ها لسه في واحد، لسه في واحد. انا بدي اعالج نفسي خلاص. هلا ما راح حاجة، هذا شكله ورا الجدار، خلنا نخلص عليه. هلا وقت اللوت يا حبيب. تا الناس وين؟ انت وين؟ تم 9 كيل نايس لك، مو هيك. يلا يلا خلاص، في سيارة عدت من فوق. هلا من الام 4، خلنا اول شيء خلنا نظبط امور. شايفين يا شباب في ناس عدت من فوق سيارة، لازم نروح يوم سيارة يعني ضربة وتنفجر، فإجباري حاليا بدي أركبها. مثل شايفين حتى الزون يعني راح بعد. عالج 10 كي. طيب العاشر ما عرفت وين انا قتلته، قتلت 1 2 3 وانا يمكن ايه 3، بس ما اعرف العاشر وين كان، يمكن اللي هلا ورا السيارة، بس ما اعرف وين اختفى. هلا اجاني. المهم 10 كيل، حلو حلو. المرة الماضية 14 كيل، هلا لازم نزيد العدد شوي، لازم نزيد العدد شوي. يلا ضربة واحدة تنفجر السيارة والتاير. ايه على فكرة يا شباب، دايما اضرب التاير الاول. فاير جان، حلو قدامنا. اضرب التاير الاول عشان السيارة مثل هاي ما بتغلب. لما تضرب التاير الاول بتمشي يعني، تصير صحيح لما بدك تلف يمين يسار صعبة، بس التاير الأول ما بيضرب. المهم هذا السكواد اللي عدى بالسيارة هلا لازم ننزله. خلينا نصفي هنا لأنه صار قريب علينا، أنا شايفه هذا الدروب هنا. شايفين هذاك يا شباب؟
بالنسبة باليو ام بي بسكوب 6 افضل. شوف عم يطلع على دروب، هو عم يطلع على دروب، بس يو ام بي ما راح تدمجني. يو ام بي تماما تنزلوا مني. يلا هذا شكله راح ينزل بقنبلة، شكله راح ينزل بقنبلة. بس وين اللي معه؟ اللي معه وينهم؟ يمكن هذا واحد. هذا لا شوي، والله فكرته واحد. يلا وينك وينك يا حبيب وينك؟ خذ لك قنبلة. يعني انا قلت بدي نزله بقنبلة، بدي خلاص بدي نزلك بقنبلة. لا غلط، تجي ورا لازم تضربه على الجنب حتى تنزلها. صاحب صاحبنا عدى من جنبه ما شافه. هوب خذ، حلو نايس 11 كيل نايس. خلينا ناخذ الدروب. شو بدنا؟ اوه ما في. اوه طيب ما مشكلة، هذا سلاح اسم الام كي تركب عليه. خلينا ناخذ البي كي سي تركب. لا مش شهود بتركب عليه سكوب 8، ما حلو. بدي سلاح يسوى يعني سكوب 8. شو صاحبنا رايح جاي؟ في ناس، كأنه في ناس فوق. هلا راح نشوف، ناخذ السيارة ونطلع. بس هذا خلينا نخلص من صاحبنا. يلا تعال وتعال. شنو ناقصنا يعني؟ شو ذبي طلق؟ شو عندنا اشياء؟ كوب هذا كاتم سنايبر، كوب هسه ما عندنا سنايبر. يلا يا حبيب. طبعا كان في تيم هنا ركب سيارة، ما اعرف وين اختفى. لا الطلق صار وراي. ارجع، احنا اهل المشاكل. يلا بس سمعني صوت النار اكون لك موجود. صارت وراي 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 وراي. خليني بس خليني ناخذ كفر. هينا انزل. اوه وراي لسه. تع 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 الامعاد. اربعتهم بس كيف ما ماتوا؟ اربعه صار 12 كيل. اوه الثاني لسه 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 لسه. تع 15 كيل والله يا شباب، 15 كيل. الجيم الماضي 14 هذا 15. حاليا لسه 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 الجيم باوله، بس ما نموت يا شباب. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا شباب، صلوا على النبي. والله جلد. المشكلة فولت لوت، يعني حتى الماي ما عم يجوا ياخذوا لوت يعني. اوه شوف اللوت، شوف. طبعا غيرت البي كي سي، لما بدي احط الام 16 احط شو اسمه؟ سكوب. سكوب كم؟ سكوب 6. هات. وبحط تطلق طلق فردي يعني سنجل افضل، تعتبره اقوى من سنايبر. تستاهل والله بعد هالسكواد تاخذ لك بيبسيه. كفو كفو كفو. وين صار الزون؟ خلنا نشوف. ايه دهش ده ده. صاحبنا مات اساس نلحقه بس ما لحقنا. يلا معنا واحد. طبعا عادي مثل قلتهم، بس حاليا شوف والله. خلنا نطلع الزون افضل. اضرب. خلنا نطلع الزون. خلنا نطلع هنا نشوف الدروب والرجال اللي قرب على الدروب. الرجال اللي لاقي على الدروب والله لا مع طماط. خلني بس لاقي واحد على الدروب وهينه. ها شفتك سمير، شفتك. شنو؟ ايوه ايوه مثل الارنب. خليك تحت، ما يعرف من يجي الضرب مسكين. يلا 16 كيل نايس. خلنا ناخذ دروب. لازم نشمر له دخانيه انه ما بده يموت. خلاص اختفت الشجره. وصلنا لعدد مناسب من الكيلات. هلا والله بالاوم. اخر الجيم هلا تجي تي الاوم. يلا حلو
يلا هلا تشتغل شغل، هات زيد طلق الاي كي. شو نسى؟ خلني ارمي، حط كاتب هاي. يلا تمام، ما بدي موت هلا على اخر الجيم. لا سكوب 8، كوب 6 خلاص ما بدي اياه. اوعك 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 اوعك، خليني بس اشوفك وينك. هو شكله بالبناية الحمراء سكواد هذا، ولا شكله ما مبين علينا يعني. شكلنا بدنا نتغرب، خلينا نتغرب لشوفه اكثر. لازم نتغرب النوب. خلاص هلا شفت مكانك، معليش شكله سنجل لوحده ما معه حدا. نظبط اموري، اهم شي الدرع والخوذه ما تدمجوا، ما بعرف كان يضرب على اقدامي يعني. بيطلع له من الجهه هاي، بيكون مو منتبه هلا. المشكله بيختل فورا هذا، هو ولا ما ظنت هو يعني بدي اقول لك شوف له نفسي حتى يطلع يعني. عم بطلع له يعني هيت شوت، يضربني هيت شوت ما عم يضرب لك. بس اطلع فرجيني نفسك، فيك جيبني هيت شوت يعني. هذا بدي اطلع له كامل، ما بعرف شو بيحس. خليني، لان خايف يجيني حدا قدره من ورا، لان لسه عدد كثير يعني باقي. شوف والله عم طلع له يعني، عم بيك له بس ما عم بيك لي هو. خلاص وعد ما وحده بيك وبيك لك. والله شكله هرب ولا شو، شو الترتيب ما بعرف. لك شوف هو قديش طلعت له، نعم والله منوب هذا. يا شو بدي اسوي لك، بطلع لك يعني بدون سلاح يعني، والله العظيم. بس ما يجوا جماعته من ورا. على هلا انت الصح، بس ايش ما نزل فورا. اتشوت شوي لحق تشوت ثاني. طيب لا تبوش، انا بوش لك. شكلك انت منوب فما يلزم يعني، ظل ناطرك هنا. هلا 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 انزل. هيت شوت الثاني يا اخي. يا شباب انا بضرب بالام ما بنزل، مسافات غريبه وبعيده ما بقدر انزل الشخص من اول ضربه، ما بعرف ليش. واحيانا واحد يضربني مسافه بعيده وكل لابس خذ الاف 3 ودرع الاف 3 وموت، ما بعرف وينك وينك. هلا 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 بالحبيب. تا ما قلت لكم سنجل او سولو؟ نزل. يلا وين 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 الباقيين وين؟ اسمعت صوت اطلاق نار من هاي الجهة. اهم شي ما في حد من ورانا، ما بدي اخسر الجيم. صاحبي من هذيك الجهة اللي فيها الشباب. هلا هلا والله هلا، بنزل بالام. هاي شو هاي الكليتش هذا، وين طالع؟ اول واحد هذا ما يبيك، هذا نوك. الثاني لا مكتفنيش، خلني اعملهم نوك وبعدين. لا رجع. الثاني نوك. الثالث ظل نيك. هذا لا، وين ضربت؟ الثالث هذا هذا واحد هون. خذ كفر، خذ خذ خذ، هذا بسكار، هذا دواء بسكار. كويس حلو، هالمرة نفعنا الصادمة طلع منها، بس راح يسرق لي الكلاب. ما باقي غير هذول. هلا هلا هلا، هذا شايفه هنا. والله صاحبنا عمل شيء حلو والله، شمر لهم ال شو اسمه النار. لا 18 كيل صار لي، كويس نايس حلو. 20 كيل، جي جي يا شباب، جي 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 جي. 20 كيل يلا. لهون تنتهي حلقتنا يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسى تحط اللايك وتشترك في القناة، وبيس اوت.